ريسيرش من يوم جانبس فتطبقني جميع الأشياء. بسم الآب والابن والروح القدس آمين. إخوتي الأحبة، اليوم بأحد الوردية بالشهر الوردية المقدسة أنا حابب أوعظ عن شغلة كثير مهمة هي المسبح. Je sens mon homélie sur le chapelet, le rosaire. إخوتي الأحبة، هيك سؤال بسيط ما تاخذوها هيك، بس انه بكل بساطه جاوبوني هيك برفع ايد. مين منكم هيك الحاضرين هون بيصلي المسبح على القليله مره بالشهر؟ كل يوم؟ كثير منيح. مين معه مسبح بجيبه على القليله؟ يعني حوالي 10% من الحضور، مش بالعيد. كثير ناس اخوتي، هلا يمكن مش من الحاضرين هون، ان شاء الله لا، ما بيؤمنوا بصلاة المسبح، أو مش قصة إيمان، صلاة المسبح مش إيمان. سي نيبا دو لا فوا، سي اون بريير با لا ليتورجي. ولكن في كثير ناس هيك عندهم مشكلة بصلاة المسبح. انه شو هي صلاة المسبح؟ انا بيجوا بيقولوا لي اياها بوشي يعني. انه سو سون دي بريير ريبيتي دو لافي ماريا اون ريبيت 150 فوا اي تو سا اي بوي ابخي كاس سا فيدي ريبيتي لافي ماريا اي لو باتر بيان لو نوتر بير. يعني سي اون كيستيون تري امبورتون بور نو. في كثير ناس ما بيحبوا هاي الصلاة أو ما بيأمنوا فيها، مشان هيك لا بيهتموا فيها ولا بيشتروا مسبحة. وهلا رح أعطيكم آخر الدرس مسبحة ببلاش، بلاش ما بياخذوها. بشكر يلي بيقدم هالمسابح لإلنا. أنا اللي بيروح على لبنان بيجي على لبنان، أوقات كثير بيجي بيسألوني شو بدك من لبنان؟ أكيد بقول له جيب لي أمي معك. بقول له جيب لي مسبحة، جيب لي كتاب صلاة للناس لنوزعهم للناس. وهلا على فين تمسك ما بيستوي gratuitement le rosaire pour tous ceux ou celles qui n'ont pas le rosaire et qui ont été convaincus par mon homélie aujourd'hui qu'ils doivent prier le rosaire. Et qu'est-ce que ça veut dire prier le rosaire? C'est une question très importante. Il faut que l'achat pas je y ai un salaire de masque ou l'achat pas un salaire de masque parce que je suis amené à ta salaire. كثير مهم نفكر بهذا الموضوع. أول شيء إخوتي، مار القديس جان بول دو بيعمل رسالة كبيرة عن المسبح. جان بول دو يكتب توت إن ليت سور لو شيل دو روزان. كي تخيز إمبورتون سيت ليت إيكو لا لير. إلي كاتبيت سور إنترنت، سور جوجل. إي أوسي سيل فو بلي بيحكي كثير أشياء مهمة. من اهم الاشياء اللي بيحكيها جون كوردو عن المسبحة هي انه المسبحة هي صلاة مع مريم للتأمل بيسوع. Prier le rosaire, c'est contempler le visage de Christ avec هيدا الاساس اخوتي. يلي بيحمل مسبحته بقول ابانا وسلف ابانا وسلف ابانا، مش هيدا مش هيك بيصلوا المسبحة. مش هيدي الصلاة المسبحة المضبوطة أبينا والسلام هيك على السريع. أو اللي بيحمل الكتاب اللي في عندنا كتب كمان لصلاة المسبحة اللي عندي إياهم بالعربي بس، كمان بدو إياه كمان ببلاش، راتبي. إخوتي الأحبة، كمان اللي بيحمل كتب المسبحة اللي بيتخلوا يصلوا المسبحة كمان ور 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 مثل ما بيقولوا بالكتاب، بيصلي هيك ور 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 بالحرفية، كمان مش صلى المسبحة كمان. في شيء ابعد من قصه انه حرب، وابعد من قصه انه نقرا ونور ور ور ونصلي ويلا ويلا خلصناها تذكرنا الكتاب وحطيناه على جنب مش الحال. اخوتي الصلاه ابعد من قصه حرب، حتى بالليتورجيا اللي بنصليها على على الاكرام هون مش قصه يلا ايه مش الحال صلينا كل شيء وقريناه هون ومش الحال خلصت القصه. في تامل. المسبحة من دون التأمل ليست بمسبحة.
لأنه المسبح هي صلاة إنجيلية. Le rosaire c'est une prière évangélique. C'est une méditation de l'évangile, de 18 évangiles et de 2 dogmes mariales. De Marie. Et c'est très important de connaître ce système de prière. ومهم جدا إخوة تصلي المسبحة بتأمل بتروي عرويه مش إنه يلا 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 رينا رينا هودي مش الحال ومش الحال وقالنا أنت يا أم الله بدنا نتأمل نتأمل عرويه عرويه برويه يمكن تقول أنا بالنهار فايت من المسبح يمكن إنه بس فايت 10 أبينا 10 سلام وأبينا مش الحال بس قولن مع إنجيل وتأمل وحط نية من قلبي بقلب هالإنجيل هيدا إشي رائع رائع جدا مش ضروري إن عم تصلي 200 بيت يعني اللي بيقدر اللي بيقدر اللي معه وقت وعم بيصلي هالشي بتأمل بيصلي البردية كل يوم يعني أربع مسابح كل يوم اللي بيقدر يعملهم بقوة بتأمل هيدا أنا أسجد أمامه لأن هذا إنسان رائع جدا هيدا إنسان اللي بكرس من وقته للمسبحة لصلاة المسبحة مع مريم مش لمريم سيدي طاعي بخيار أو ماري أ ماري نو سيدي بخيار أبيك ماري أو جيسو كريس نوتر سوفر ونوتر إنيك سوفر ماري Elle ne demande pas d'être adorée, elle demande d'être vénérée. Et vénérer Marie, c'est-à-dire, c'est être guidé par elle à Jésus. أولا نقعد في رواه هلا نحن عم نصلي المسبحة كل ليلة بنجرب يعني كل ليلة بعد الناس نصلي المسبحة ونقعد على رواه ونحط الأناجيل يلي هني يلي للمسبحة بنحضرهم منيح معنا للتكست دو ليفانجيل لليكتور دو ليفانجيل دو شاك ديزان دو غوزير ونقعد على رواه نقعد نشوف كيف بيصلوا المسبحة أنا بقولكم بشكل عام على أكيد في كتب بهذا الموضوع ولكن أول شيء بقول فعل الندامة كثير مهم الفعل الندامة لأنه هيدا بيطهر الإنسان وبيجعله خاضع بتوبة كاملة للرب بعدين بنقول فعل النؤمن هيدا كثير مهم النؤمن نؤمن شو يعني هون؟ يعني أنا عم بحط كل إيماني بيسوع من خلال مريم مع مريم كثير رائع لاك دو كونتريسيون لو كريدو pour fortifier pour approfondir notre foi et pour se concentrer pour nous conscientiser que voilà notre foi elle est centrée sur Jésus-Christ et seulement et uniquement sur Jésus-Christ puis après il y a le système je n'entre pas dans les détails ici mais c'est très important pour prier pour l'église les trois salut Marie pour l'Église, pour le monde et tout ça. Le plus important, c'est comment prier l'Église. Premièrement, on lit l'Évangile. On s'arrête dans un temps de méditation très important. On va prier une intention. Présenter une intention à Jésus à travers Marie. Masala, visitation, ziyaret al-adra. Je me dis, la visitation, la lecture de la visitation de Marie. Je me dis, ya Rab, hayki, batlob minna, inno jaretna hayki, m'azabi, m'aishi wahda, kaza, batlob minna, inno, inta ta'mini l'kubwe, inter zura, ou t'khalli hada yzura l'hajjara, يعطيها يسوع الفرح لقلبه او غير مني بس بتكون بحسب الانجيل منبلش نقول السلام والابان ابانا والسلام
بدي اقول شغله بدنا نطقس الخوف الى دو كومبارتيمون تريز امبورتون. لو بروميي سي لا كونسيونس. نو سوم توجور هذا اللي فوق انا خدت الايتاج لو بروميي ايتاج لا 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 سي لا كونسيونس كو نو سوم افيك ماري اي كو ميديتون توجور لا ميديتاسيون اي كو سا تورن دون نوتر كونسيونس دون لو بروميي كومبارتيمون كومبارتيمون. Et le deuxième en bas, c'est le compartiment qui prie en nous l'Ave Maria et le Notre Père. Et nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les مسبحة بقوة تأمل عظيمة وتنزرع فينا كلمة الله بنصير نتعرف على يسوع يوم بعد يوم أكثر. أكيد هيدي خبرة بده يعيشها الإنسان شوي يمكن البعض ما يفهموني لأن أنا أصلا ما بعرف فاهم كثير بس إنه الموضوع المهم نعرف بدنا نقول الصلاة اللفظية لبينا بالسلام لبخيام أوغان et en même temps une prière méditative qui nous suit tout au long de ce chapelet, tout au long de cette dizaine. Et avec l'intention que nous avons mise pour cette dizaine. Très important, cette prière, si on prie de cette manière-là, c'est une prière sublime, une prière divine, une prière où Marie va nous s'élever vers le Christ. Pire, بنصلي اليوم من كل قلبنا انه الاشخاص اللي بيناتنا اللي بعد مش مقتنعين بصلاه المسبح يجربوها وياخذوا كتب عنا كتب ويصلوها بس قلنا با ديليف دو روزير ان فرونسي مش مشكله اللي يا سو انترنت بوكو دو سيت كي بوف نو غيدي كومون بريي لو روزير ان فرونسي. Et il y a des livrets en arabe chez nous ici. Et même sur Internet, il y a beaucoup de sites qui nous présentent aussi le chapelet en arabe. Mais il faut prier, il faut avoir le courage de dire voilà, je viens mon chapelet et je prie. Je prie avec Marie pour le Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. كثير بس ما تعرف شيء بدايته احسن ما يقرا بعد موضوع يا خوتي اذا بدي في اخر القداس بده مسبحه كمان نعطي وبده كتاب صلاه بنعطي واذا ما عندنا فرنسي بعلمهم اي سيت فيكم تبحثوا عليه بتلاقوا روزير ان فرنسي اوسي اذا بدي توصلوا المسبحه مع مريم ليسوع نحن بحاجه للصلاه اولا فنتعرف من يسوع ثانيا فنعمل عجائب العالم مسبحة سلاح اللجاجة سلاح الصلاة الأساسية مع اللجاجة مع يسوع مع العذراء ليسوع وبتعمل العجل. الله يبارككم بتمنى لكم شهر هالعذراء هيدا شهر البردية يكون شهر مبارك على الكل كمان بشفاعة الفيس فرانسوا يكون هيك مع البابا عم نهتم بهالفقراء المحتاجين ويكون عم نعيش هيك فقر بحياتنا الشخصية لنمجد الرب. آمين. نؤمن بإله واحد.